بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم تلاميذنا الأعزاء. ولكن اليوم ما شاء الله تلاميذ السنة الرابعة متوسط، باش ما تقولوش رانا نسيناكم، ما ننساكم إن شاء الله. هذا أول فيديو إن شاء الله الرابعة متوسط. اليوم سوف إن شاء الله نتعلموا تاع النشر والتحليل، وإن شاء الله فيديوهات قادمة نتعلموا الدروس الأخرى على الجذور والدالة التألفية والدالة الخطية إن شاء الله في فيديوهات قادمة إن شاء الله. نعم، بسم الله. سوف نبدأ في هذا التمرين. لتكون العبارة أو حيث، أعطاني عبارة أو يساوي 2x ناقص 10 ناقص، أفتح قوس x ناقص 5 سكر ألغي قوس كل مربع. سؤال أول، أنشر ثم بسط العبارة أو. أولا كي تشوفوا تمرين تاع النشر يجب أن نتذكر المتطابقات الشهيرة وتعرفوهم كامل، ونزيد نذكركم فيهم. أول متطابقة شهيرة نعرفوها واللي هي A زائد B الكل مربع، هذه أول متطابقة شهيرة. واش معناتها؟ قاعدة واش تقول لك؟ هو مربع الأول زائد مربع الثاني زائد ضعف الأول في الثاني، معناها A مربع زائد كم؟ B مربع زائد ضعف الأول في الثاني، يعني 2 في A في B، 2 AB في A ضرب، عملية ضرب الرقم الأولى، 2 في A في B. المتطابقة الشهيرة رقم 2 واش تقول لك؟ A ناقص B الكل مربع. واش نديرو؟ معناه A مربع زائد B مربع راح تكون ناقص 2 AB. يعني واش تكتب؟ تكتب A مربع زائد B مربع ناقص 2 AB. الفرق بينها وبين تاع زائد وحده، زائد وحده ناقص عندها مضربه في 2. اما المتطابقه الشهيره رقم 3 واللي هي A زائد B ضرب A ناقص B، واش معناتها؟ هي A مربع ناقص B مربع. هذا يجب ان يحفظوا وموركم حاضرين ان شاء الله. هنا هذه متى نتذكرها؟ اذا قال لك انشر، انشر ولقيت اقواس مربع، يعني قوسين قوس بين قوسين مربع، معناها نتذكر جداء الشهير هذا. واش راكم تلاحظوا؟ هنا نخلوا عليها، لا نبداو بالنشر، قال لك انشر ثم بسط، ننشروا بعدها ثم نبسطوا. هنا واش راكم تلاحظوا؟ راح نطبق القانون الاول ام الثاني ام الثالث. يقول لي يا شيخ بما انها ناقص هذه A ناقص B معناها نخدم الثانية. فون كون جبت هذه زائد نخدم الأولى، إذا ما نحتاجش الأولى والثالثة راح نخدم بالثانية. تابع معي مليح كيفاش نخدموها. سؤال، جواب رقم واحد، واش راح نديرو؟ جواب رقم واحد نشر وتبسيط العبارة، نشر وتبسيط العبارة أو. هاي نكتب الأو، دائما الأو نكتبها هنا تحت الأو تساوي تحت تساوي، ونكتب العبارة صح. وش عندي؟ 2 إكس ناقص 10 ناقص أفتح قوس إكس ناقص 5 الكل مربع. هذه خلي عليها كيما راه، لأن ما تحتاجش نشر، ديجا راه مشهور. 2 إكس ناقص 10 وهذه ننشرها بجداء شهير رقم 2. اولا جماعة انتبهوا مليح، الناقص هذه مهمة، قوس مهم جدا، لان عليها النقص راح عليها كاملة. فهم تلاميذ؟ معناها النقص راح كاملة عليهم. واش معناتها؟ معناها وهذه ننشرها، مربع الاول يعني اكس مربع زائد مربع الثاني 5 مربع، هكذا تحبدوا الاقواس قبل الاقواس، مش فهمتكم برك، ناقص ضعف الاول في الثاني، اذا 2 في اكس في 5. مفهوم الفكره هذه؟ الضعف الاول بدا 2 في اكس في 5. ثم نكمل العمليه، هنا قلنا راه نشرنا، اذا احنا راح نبسطوا دركا. مفهوم؟ اذا واش تولي 2 اكس ناقص 10 هي تبقى كيما راها، هذه 10 تبقى كيما راها، وهذه خلي ناقص ونزيد نبسط هذا الحساب. اكس مربع تقول لي اكس مربع، 5 مربع كم؟ يقول لي يا شيخ 25، هي 5 في 5 اذا 25، وهذه 2 ناقص 2 في اكس في 5، اضرب الاعداد وفي اكس كذا اكس واحد. واش معناتها 2 في 5 كم يساوي؟ ناقص 10 اكس، واغلق قوس. هنا تقول لك كملنا ومازال، يقول لي يا شيخ مازلت، معناها نتخلص من الاقواس. قاعده واش تقول لك؟ هنا واش كاين؟ الاقواس كاينه ناقص، معناها ننزع الاقواس ونعكس الاشارات، وهذه تبقى كما هي، 2 اكس ناقص 10 ناقص
هنا المشكلة إشارة موجبة وش تكون؟ قلنا نحذف الأقواس ولكن الإشارات بما داخل الأقواس كانت هذه موجبة تكون سالبة ناقص x مربع. هذه كانت موجبة وش تولي؟ سالبة ناقص 25. انتبه مليح، وهذه ناقص 10 عكس إشارتها كم يساوي؟ زائد 10 x. ثم هنا راح نبسط أكثر وتكونوا قد جاوبنا على السؤال أو هنا راح نبسط وجمع. شوف كش ما كاين x مربع، كاينه واحدة فريدة ما كاش أخرى، كاينه واحدة فقط وهي كم؟ ناقص x مربع. زيد كمل معايا تشوف، كاينه 10 x مع 2 x، وفي زوج موجبين في اثنين موجبين واش معناتها؟ العشرة و 2 كم يساوي؟ زائد 12 x زائد 12 x. فهم فكرة هذه؟ بعد وش قالت لي؟ ناقص 10 عدد وحده وهذا كذلك عدد وحده، ناقص 10 وناقص 25 أجمعوا بينهما وأضعوا نفس الإشارة، يعني ناقص وناقص تبقى ناقص. عاد كل تلميذ يقول لي ناقص في الناقص، لا راني نجمع، لا راني نجمع، ناقص وناقص تبقى ناقص 10 و 25 كم يساوي؟ 35. فهم هنا نكونوا قد جاوبنا على السؤال الأول، نشرنا وبسطنا العبارة، نشرنا ثم بسط، نشرناها ثم بسطناها، هذا أبسط شكل يمكن. فهم فكرة هذه؟ نكون هنا قد جاوبنا على السؤال الأول. هيا ننتقل إلى السؤال الثاني، قالك حلل العبارة. التحليل يجمع وش يقصد بها معناها، وماذا يقصد بالتحليل؟ معناه جداء قوسين، يعني قوس في قوس. فهم فكرة جداء قوسين، كيفاش نخدموها؟ يقول لي الشيخ التحليل راني كاين بعض التلاميذ ماهوش فاهمين التحليل. دراك انا فهمه ان شاء الله. كلمة تحليل معناها نستخرج العامل المشترك ان امكن، صح. السؤال الثاني تحليل، العبارة كيفاش نحلوا العبارة؟ قبل نروحوا التحليل نعطيك مثال باش نروحوا التحليل هذا، نعطيك مثال بسيط جدا. مثلا انا عندي اكس زائد الواحد مضروبة في 5 اكس زائد الاثنان زائد مشفاوة، هنا عندي اكس زائد الواحد مضروبة في مثلا اثنان اكس ناقص 5. هل نستطيع تحليل هذه العبارة؟ يقول لي الشيخ نعم، مرات يقول لي الشيخ واضحة وضوح الشمس بين بلي إكس زائد واحد هنا وإكس زائد واحد هنا، نستخرجها كعامل مشترك. جيد، إذا وش تكتب؟ أكتب لي إكس زائد واحد لأنها معاودة مرتين، وبعدها وش تدير؟ أفتح قوس، يعني نحيت هذه العبارة، نحيت هذه، وش نكتب؟ نكتب مباشرة هذه وهذه دير هنا، نحيناها، وش تقعد لي هنا؟ تقول إثنان إكس زائد الاثنان، عندنا كعاكفة، عاكفة معليش، هايثة، عفوا، هذه 5x، 5x، هنا نحينا هذه، 5x زائد اثنان، كاين زائد دير زائد، كاين ناقص دير ناقص، كاين زائد دير زائد هنا، ونكتب العبارة هذه، 5x ناقص، 2x ناقص 5، 2x ناقص 5، ثم نكمل العملية، قلنا تحليل هي قوس في قوس، قوسين عفوا في قوسين، إذا تهبط هذا. إكس زائد واحد خلينا نحكي معناها ونحذف أقواس عادي وش تولي؟ تولي 5 إكس زائد الإثنان زائد 2 إكس ناقص 5. تفهمني لأنها زائد ما لم تغير الإشارات. ثم أخيرا إكس زائد الواحد 5 إكس مع 2 إكس كم يساوي؟ قول يا شيخ 7 إكس. جيد، 5 لأنها في زوج موجبين عفوا و 2 وناقص 5 إشارة كبيرة وأطرحوا بينهما ناقص 5 زائد 2 تساوي ناقص كم؟ 3. نقول أننا في هذه الحالة أننا حللنا هذه العبارة، هذه ولو عبارة سهلة جدا، حبيت فيها كبرت في التحليل، معناها وش لازم؟ لازم نستخرج، لازم يجب أن يكون هناك عامل مشترك، لازم تبين لي باللي كاين عامل مشترك، مفهوم؟ صح، نروحوا للتمرين هذا، العامل المشترك واضح، إكس زائد واحد، إكس زائد واحد. ننتقل إلى تمريننا. ماذا طلب من التمرين؟ أعطاني العبارة هذيك، أعطاني العبارة، ما نديش العبارة اللي شرحناها، لا، ندي العبارة اللي أعطاها لي من البداية، وش عندي؟ عندي أو يساوي عفوا، عندي أو يساوي 2 إكس ناقص 5، عفوا، ناقص 10،
ناقص ألفا قوس إكس ناقص الخمسة الكل مربع. صح تقول لي يا شيخ وراء العين المشتركة هنا كين هذه صح لو ضربت هذه إكس ناقص خمسة ضرب إكس ناقص خمسة معناها جداء يعني كدهم أس معناها معاودة مرتين صح بصح في هذه وش ندير وش يا وش راك تلاحظ بلي كاين هذه 2 إكس وهنا كاين 10 معناها بالأخير إثنان 10 وش تكتب؟ تكتب 2 في 5 معناها نستطيع كتابتها هكذا ماذا يساوي؟ 2 إكس ناقص 2 في 5 صح ولا خطأ؟ تقول لي الشيخ صحيح لأن علاه 2 في 5 كم؟ تمد لك 10 كمان معي تشوف وهذه وش نكتبها؟ نكتبها إكس ناقص 5 مضربة في إكس ناقص 5 ضرب عملية ضرب سنين معناها معاودة مرتين وش راك تلاحظ؟ اثنان هنا علاه درت انا هذه؟ لا يجمع يجب ان تكون هذه الاكس ناقص 5 تكون هنا كاينة احنا لازم نديرها فهم فكرة اذا وش معناتها؟ معناها نخرجوا اثنان منا وش راك تلاحظ بلي اثنان هنا اثنان هنا نستخرجها كعامل مشترك واش تولي؟ اثنان افتح قوس راحت اثنان واش تولي؟ تولي اكس وهي تروح اثنان واش تولي؟ ما تنساوش الاشارة ناقص 5 جيد ناقص ما ننساوش هذه اكس ناقص 5 مضربه في اكس ناقص 5 صح ماذا تلاحظون؟ لاحظوا ان تقول لي الشيخ هاي واضح كما مثال اول تقول اكس ناقص 5 موجوده هنا واكس ناقص 5 موجوده هنا نستخرجها كعامل مشترك فقط هنا كي تستخرج العامل كي تشوف تلاحظ العامل المشترك خلاص مفهوم فكره هاي كمان معايا شوف اذا ماذا يساوي؟ قلنا نستخرج إكس ناقص 5 كعامل مشترك هذه خال لا لأنها موجودة هنا وموجودة هنا نحوها منا ونحوها من. ونكتب هذه هنا وش كاين؟ اثنان قلنا نحو هذا وش ولي؟ ناقص أفتح قوس أنا نحين أجمع نحين هذه وش قاعد بالبسطة ناقص بين هاك نحين هذه اثنان كل نحوها وش تقول؟ إكس ناقص 5 أكتب لي إكس ناقص 5 فهم فكرة؟ تبوهم ليه؟ ناقص هنا نحاول نتخلص من الأقواس إذن ماذا يساوي إكس ناقص 5 أفتح قوس لأنني راح نحل العاكفة ونحل الأقواس يعني في فصل العاكفة وش تولي؟ تولي أقواس إثنان ناقص هنا قلنا ناقص نحل أقواس ونعكس الإشارات كما قلنا منذ قليل إذن موجبة وش تولي؟ تولي سالبة ناقص إكس وهنا ناقص وش تولي؟ تولي موجبة زائد لا قلنا إن إذا كانت ناقص قبل الأقواس نحذف الأقواس ونعكس الإشارات بما داخل الأقواس إذا كانت موجب موجب لا نعكس الإشارات إذا كم زائد 5 ثم نكمل العملية إذا كم يساوي يساوي إكس ناقص 5 وهذه نبدأ بالمجهول ناقص نفتح قوس ناقص إكس والإثنان والخمسة كم تساوي تساوي زائد كم 7 نقول أننا في هذه الحالة أننا حللنا العبارة حللناها نبعت بعض الأسئلة يقول لك حللها معادلة الدرجة الأولى عفوا معاملات درجة أولى هذا قصد بها معاملات درجة أولى فهم إذا إكس من الدرجة الأولى إكس أس واحد في الحقيقة رأى إكس أس واحد ولكن هنا ما ندلوهاش نكون هنا قد جاوبنا على السؤال رقم إثنان إن شاء الله تكونوا فهمتوني كاين بعض التحليلات إن شاء الله بعض لكن أمور أخرى إن شاء الله راح نطرق لها في تمارين قادمة إن شاء الله صح نكمل السؤال الأخير السؤال الأخير ماذا طلب منا طلب منا حل المعادلة وأعطاك المعادلة إكس ناقص 5 مضربة في 7 ناقص إكس تساوي 0 رقم 3 حل المعادلة حل المعادلة هنا إكس ناقص 5 عفوا إكس ناقص 5 ضرب 7 ناقص إكس تساوي كم؟ الصفر انتبهوا مليح جداء عددين جداء ماذا عفوا جداء عبارتين تساوي الصفر معناها إما العبارة الأولى تساوي الصفر أو الثانية تساوي الصفر فهم معناه كي تجيبوا عددين ضرب تاعهم يساوي صفر عبارتين معناه اما الاولى تساوي صفر او الثانيه تساوي صفر فقط معناها نحل المعادله الاولى يساوي صفر او الثانيه يساوي صفر اذا ماذا نفعل اولا اما نقول اما اكس ناقص 5 تساوي صفر
أو وش نقوله؟ أو 7 ناقص إكس تساوي صفر. مفهوم؟ إما إكس ناقص 5 تساوي صفر أو إكس. ثم نحل المعادلة الأولى ونحل المعادلة الثانية ونقول للمعادلة حل. هاي نحل المعادلة الأولى. قاعدة وش نقول لك يا جماعة؟ ها أولى ما غادي نفهموا معادلات، معادلات نديروا معالم في جهة والمجاهيل في جهة، هذه جد بسيطة. دي ناقص 5 برك ديها من وش تقول؟ تعلمتوها في المدرسة، معليش نتعلموها إن شاء الله هنايا. ناقص 5 ندوها للطرف الآخر، ماذا تساوي؟ إذا تساوي مباشرة 5. خلاص؟ نعطيك مثال آخر باش تفهمي أكثر. وجدت 2 إكس ناقص 8 تساوي صفر. تقول لي شك في الحلو معادلة هذه؟ هذه سهلة، المعالي في جهة والمجاهي في جهة. هذا ما معلوم. ندي الطرف الآخر، ماذا تساوي؟ 2 إكس تساوي كم؟ 8 كتناقص واش تولي؟ تولي زائد 8. ثم الإثنان نضربها هي بالحقيقة بالمقلوبة، ولكن احنا ندوها مباشرة بالقسمة، إكس يساوي تولي 8 قسمة 2، لأن هذه أبطت ملتعات. إذا 8 قسمة 2 كم يساوي؟ ولا نقوله 8 في 1 لا 2، كيف راس. إذا 8 قسمة 2 كم يساوي؟ تساوي 4. هذا مثال آخر فقط باش تفهم كيفاش نحلو المعادلة. إذا نكمل العملية. وجدنا العدد الأول ناقص 5 ضينا منه، والثاني كم يساوي؟ نقوله ناقص إكس. خلينا تحت معليش، نبدأ من هنا معليش. واش نقوله؟ نقوله إكس 7 ناقص إكس تساوي صفر. ومنه كما ما نشوف ندو، تحب ندو إكس من هي، نحب ندو 7 من هي، بما أنها موجبة واش تولي؟ نخلوها ناقص إكس تساوي 7، ديها الطرف الآخر ماذا تساوي؟ تولي ناقص كم؟ 7، لأن موجبة كي تروح من هي تولي 7، يعني نعكس الإشارة. إما تقول تروح ناقص مع ناقص، إما نقولوا ناقص على ناقص 1 كما حبيتها. هي بالحقيقة هنا نقولوا إكس ماذا يساوي؟ ناقص 7 على ناقص 1. 7 على ناقص على ناقص موجب، و7 على 1 7. إما مباشرة نقولوا إكس كم يساوي؟ يساوي 7. مفهوم؟ إذا نقول للمعادلة حلينهما هما إكس يساوي كم؟ الحالة الأول 5، و إكس يساوي كم؟ 7 زائد 7، ونقوله 7. نتلميذ حاب يتأكد باللي صح ولا خطأ، وش يدير؟ يعوض لي 5 هنايا، 5 عوض هنا فوق ولا فوق؟ 5 ناقص 5 كم؟ 0. ونساء ب 5 تعوض، 7 ناقص 5 2، 0 في 8 تساوي 0. إذا صحيح. هاي نوعين 7 7 7 عوض 7 ناقص 5 تساوي 2، 7 ناقص 2 كم؟ 0. 0 في 8 مثلك 0. إذا حلنا هنا صحيح. نكون هنا قد كملنا التمرين الأول. إن شاء الله نكون قد وفقنا في حل في هذا التمرين، في إن شاء الله تكونوا فهمتوني. وش نقول لكم؟ إن شاء الله كاين فيديوهات قادمة نزيد نحلوا أكثر، ورانا إن شاء الله ماناش ناسيكم. وش نقول لكم في الأخير؟ كالعادة كما قلت جماعة الباك، ختم ثاني إن شاء الله. وش نقول لكم؟ ادعوا لي للوالدة الكريمة بالشفاء العاجل، وربي يحفظها إن شاء الله. السلام عليكم.